اهلا اهلا. تشتري ابو سليمة الدراجة؟ ما في مي. ما في مي؟ طيب انت كفرد قديش بتستخدم مي بالبيت؟ والله كثير انا. كثير؟ والله. قديش ما بتكفيش المي يعني. قديش بتستخدم المي بشكل عام؟ انت يعني باليوم؟ انا كشخص يعني يعني تقريبا 30 ل 35 ل 40 لتر يعني. 40 لتر بين غسيل وحمام وشرب وسياره. بدك 10 لتر. 10 لتر اقل شيء. اقل شيء. لما بدخل بحب انا حمام شخصي بدك 10 لتر يعني تقريبا حوالي 25 لتر. 2 لتر مكعب. خزان 500 متر. كثير 20 100 100. لا مش 100. وبتعرف شو بصير مع المي بعد استخدام؟ له تنظيف، حاله التنظيف والباقي ما تبقى على المجاري. المجاري تنزل عنا على ما اظن على السد سدود. طبعا المي هو بروح على المجاري، بروح محطه التنقيه طبعا بتتكرر بيعيد تكرير المي مره ثانيه. لوين؟ بيستخدموها انا اللي بعرف انهم بيستخدموها بالزراعه. بيرقوها. نقطة 100% بعد السد بيشربها المزارع. مي بيشربها غير صحيه. اوكي. ايش اسال شو بالنسبه للمنطقه الشرقيه؟ مي التنظيف يا ابو خضره غير الناس العباب والله بالمخيمات هم بيشربوا العادي. اضرب. لا بس المي الشرقيه نظيف انظف من الغربيه. فيش ولا مي نظيف عندها في البيت. ولا مي اذا بدك صح ولا مي. 100% فحص مياه انت. لا والله مو فحص. اوكي طيب موضوع ثاني. نجرب المي هون. لا. اهلا وسهلا فيكم عندي في البيت. خليني افرجيكم طرق للتدوير لتوفير المياه. الفكره الاساسيه هي انه بدك تستخدم المياه اكثر من مره قبل ما تخرج بصرف صحي. اوكي هلا خلصنا هذا المي. اكيد فيه منظفات عشان هيك استخدمه لسقي الشجرات اللي مش للاكل يعني. هاي في مالقة. وهلا بدنا نغسل شوية فواكه. وأكيد إذا بتغسل فواكه أو خضار ما فيها منظفات وتقدر تستخدم المي على طول لسقي مثلا نعنع أو إشي مثمرة أو إشي للأكل. طيب وغير المياه هذا المياه الرمادية في كمان مثلا إذا بتستخدم هذا الجالون يعني ما بتشتري كل الأناني هذا بتوفر كثير من البلاستيك وكمان المي عشان المي ما بيطلع من مكان بعيد بس هون على طول من البلدية وفي تنقية في المحل في المحل في محلات المي. أهلا وسهلا فيكم في الحمام الزهري. هون في مصدر تاني للمياه الرمادية. هذا مياه الحمام، مياه الشاور الدوش، وهذا ممكن نستخدمه للتواليت. ولما تخلص هون أكيد تحط تاجه هيك عشان هذا إذا بتستخدم مياه الفريش ووتر يعني هذا فيه ممكن 15 لتر فريش ووتر وهون ممكن تستخدم بس 5 لتر يعني بتوفرك كثير. في شغلة ثانية هون تحت الحنفية. يا سلام هذا مرشة للسقي كمان. هذا طبعا فيها منظفات ونستخدمه مثلا للشجار. حلو ها؟